البروجكت تاعنا هو نوع من انواع الدي سي تو دي سي كونفرتر اللي هو بوست كونفرتر. في هون عندنا اندكتر 30 ملي هنري, في موسفت ان شانل, في دايود, في كاباسيتر 2.2 ملي فاراد, وفي ريزيستيف لود 1 كيلو اوم. طبعا الموسفت كنا نعمل له سويتشنج اون اوف عن طريق ناخذ بلسز من الاردوينو, حملنا على الاردوينو كود من السيمولينك جاهز. بنجيب هون بلوك اسمه بلس جنريتر, بنحط فيه الفريكوانسي اللي بدي اياها من خلال البيريود اللي هي 1 على 2500 هرتز انا حاطط, والبلس اللي هي الديوتي سايكل اللي احنا حطيناها 50%. بعدين بنجيب في بلوك من خلال لايبراري للاردوينو خاصه للاردوينو في السيمولينك, بنجيب ديجيتال اوتبوت بنحطه وبنسمي رقم البن اللي انا بدي اياه. انا ما هون ماخذ البن رقم 8. هلا بنيجي نعطي الهاي سيركت الانبوت فولتج. انا معطيها دي سي انبوت فولتج اللي هو 12 فولت زي ما هو مبين عندنا في الصوره. هلا بدنا نيجي نقيس الاوتبوت. احنا اخذناها على الاوسيلوسكوب من خلال البروبس هذول الاثنين, قسناها على الاوسيلوسكوب. طبعا اول شيء عملت سيتنجز للاوسيلوسكوب, عملنا الريفرنس تبعنا هون زيرو تحت, عملت كل ديفيجن تمثل لي 5 فولت. نرجع على الدي سي كابلينج عشان نشوف الاوتبوت فولتج زي ما هو مبين عندنا. الاوتبوت فولتج هاي ديفيجن 2 ديفيجنز 3 4 تقريبا طالع عندي 23 فولت, وهو المفروض بما ان انا حاطط الديوتي سايكل 50% فالمفروض يطلع عندي 24 فولت, لكن اللي طالع هو 23 فولت, وهذا بسبب اللوسز في السيركت في الموسفيت وفي الاندكتر. طبعا هلا بدنا نشوف الاوتبوت فولتج نقيسه من خلال الفولت ميتر الافرج فولتج. نحط البروبس هون بنشوف على الفولت ميتر عم بعطيني 22 تقريبا 6 فولت الاوتبوت فولتج تبعنا.